فرانك بقى له فتره كده في حدود 3 4 ايام بصينا لقينا الكلب بيخس، بيقل في الاكل، تعبان شويه، مهمد. النهارده لما طلعته مع الدفعه وبصيت لقيته في الحاله دي، اول حاجه عملتها ان انا قست الحراره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميله اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. طبعا زي ما احنا شايفين يا جماعه اللي قدامنا ده فرانك. فرانك طبعا اكيد كل الناس عارفاه، فرانك ده يبقى ابن كلبش وجده هامر. الكلب اللي كان مستواه جميل جدا وكان بسم الله ما شاء الله بيمشي يتدلع وديله نازل في الارض حوالي شبرين في حدود شبر او شبرين نازلين في الارض. كان كلب طبعا بسم الله ما شاء الله طبعا دمه خفيف جدا وشرس جدا جدا جدا، والحمد لله شغلته ووصلت معاه المرحله جميله. فرانك النهارده طبعا انا بنزله لكم لسبب معين او بنوريه لكم لسبب معين عشان نقول ايه المشكله والكلام ده كله. في الفتره الاخيره او في الايام الاخيره ديت طبعا بسبب حراره الجو والصيف والحاجات دي كلها، تمام، اللي حصل ان احنا ابتدينا كل يوم نطلع من الكلاب بتاعتنا دفعه 5 بـ5. يعني ايه دفعه 5 بـ5؟ يعني احنا مثلا كل يوم بنيجي معانا اجنده فيها الكلاب اللي بتاعتنا مسجله كلها، تمام، في الاجنده باعمارهم بسنهم بتطعيماتهم بالعلاجات اللي بياخدوها بالحاجات دي كلها. كل يوم بنطلع 5 كلاب. تعالوا نشوف ايه الكلاب اللي طلع مع فرانك النهارده وبعد كده نتكلم عن مشكله فرانك. من ضمن الدفعه بتاعت النهارده كلب اسمه سيزر، كلب سيزر للو بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفينه، طبعا حالته الصحيه 100% كويسه وشعرته طويله اهيت، وواضح ان الكلب بسم الله ما شاء الله من ناحيه النظافه والحاجات دي كلها. الكلب اللي بعد كده ديزل كلب جيرمان، طبعا كلب مواصفاته كويسه وبرده، والنهارده طلع في الدوره بتاعت النهارده وتعمل عليه احلى شويه شغل بسم الله ما شاء الله، تمام، بالنسبه للتسريح والنظافه والودان والحاجات دي كلها. بعد كده سيزر تاني، ده كلب عندنا طبعا احنا عارضينه للبيع، ولو حد حابب ان يشرفنا يستلم الكلب ده طبعا الكلب موجود. بعد كده مقرن، او طبعا ده ابن الكلب روكي اللي هو عندنا، يعني ده ابوه عندنا، ده مولود عندنا يا جماعه، كبر دلوقتي بسم الله ما شاء الله والحاله الصحيه بتاعته 100%. زي ما احنا شايفين شعره الكلاب نظيفه والكلاب عليها اهتمام النهارده رهيب جدا. نرجع بقى معاكم لفرانك تاني. فرانك طبعا من ضمن الدفعه بتاعت النهارده. فرانك بقى له فتره كده في حدود 3 4 ايام بصينا لقينا الكلب بيخس، بيقل في الاكل، تعبان شويه، مهمد. النهارده لما طلعته مع الدفعه وبصيت لقيته في الحاله دي، اول حاجه عملتها ان انا قست الحراره. قست الحراره لقيت عنده ارتفاع في درجه الحراره، طبعا ده بيكون سببه الحر والحاجات دي كلها. الحر اللي احنا فيه ده يا جماعه بيسبب مشاكل كبيره للكلاب، فلازم انت تكون جاهز للحاجات دي. اول ما قست الحراره للكلب ولقيت الكلب مهمد ونايم طول النهار وتعبان وضاعف الاكل والحاجات دي كلها، ابتديت بسرعه ان انا نعمل للكلب عمليه متابعه. ايه هي المتابعه يا ابو نور اللي انت عملتها للكلب عشان لا قدر الله لو حصل عندنا الحاجات ديت نقدر نعملها؟ لو واحد غير ابو نور هنقول لك مش هننزل حاجه زي كده عشان ما فيش حد يشمت فيا، او عشان ما فيش حد يقول لي انت عندك كلب تعبان ومش عارف تعالجه، او عشان ما فيش حد، لان انتوا عارفين بسم الله ما شاء الله المفتيين كتير والناس اللي ما بتفهمش وبتبقى حافظه بس كتير، يعني في ناس كتير بتحب تنتقد اي حد. فطبعا لو الانتقاد شغل صاحب القناه فاعرف ان القناه فاشله. فالحمد لله من طبعي ومن تفكيري ومن اللي انا وصلت له بعد مراحل كتيره على اليوتيوب ان ما نشغلش بالي باي حد ينتقدني باسلوب مش راقي او باسلوب مش محترم. طبعا اهم حاجه عندي دماغي بتعمل ايه، وطالما انا واحد الناس اقتنعت الحمد لله بنجاحي يبقى نمشي اللي في دماغي ونعمل اللي في دماغي، وده دايما بيكون الصح، وده بناء عنه ان اغلب الناس بتمشي ورا اللي انا بنعمله. ودي حاجه طبعا بتبسطني جدا وبنكون سعيد فيها ان انا بنقدر نقدم محتوى كويس وبنفيد الناس. يعني لو حصل عندي اي اضرار في مزرعتي او اي مشاكل مع اي كلب لازم نعلن المشاكل ديت ونتكلم عالجتها ازاي وبنعالجها ازاي، عشان لو انت حصل عندك الحاجات دي تبدا ان انت تعملها، ده بالنسبه للشخص المحترم. لكن بالنسبه للشخص اللي هو بيخش يعك وخلاص ده ما بيبقاش فاهم معنى الفيديو او طبيعه الفيديو ايه. فرانك النهارده الظهر بالظبط كان غير كده خالص، يعني احنا شايفين دلوقتي فرانك واقف وبيشم في الارض والحاجات دي، لا الظهر بالظبط كان فرانك شبه ميت، يعني كان في تعداد الاموات. لما نزل فرانك اول ما لقيته كده اول قرار خدته ان انا نبدا نتحرك فورا. عملت ايه؟ اول حاجه عملتها بعت السواق عندي على الصيدليه البشري، جاب لي حاجات معينه هنقول لكم على الحاجات دي عشان لا قدر الله حصل عندك موقف مع كلبك بالشكل ده تبدا ان انت تتصرف بسرعه. اول حاجه بنجيب امبول افيل وامبول ديكسا ميسازون، وبين الاثنين بنسحبهم في سرنجه، وكل العلاج اللي هنقوله يا جماعه بشري مش بيطري، تمام؟
بنجيب أمبول أفيل وأمبول ديكساميثازون وبنسحبهم في سرنجة وبنديهم له في العضل. وبنجيب حقنة اسمها رامي تاكس، رامي تاكس دي عبارة عن حقنة مضادة حية وواحد جرام، بنحلها على 3 سنتي مية من المية بتاعتها وبنديها له في العضل. وبنكرر الموضوع ده تاني بعد 12 ساعة. دي عبارة عن سخونية، والسخونية بتكون واصلة لمعدته. في الوقت ده لازم نمنع الأكل فورا، يعني ما نديش أي أكل للكلب. ممكن بقى زبدايا بسيطة، ممكن شوية أكل مسلوقين، ودلوقتي بالفعل أنا ابتديت نطلع له أكل من الفريزر وابتديت نسلقه له. يعني معنى كده إن الأكل الني ما ينفعش معاه، ما هو بياكل ني عندنا أساسا، بس إحنا مش هنديله أكل ني يا جماعة، علشان الأكل الني بيبقى فيه نسبة دهون عالية، وإحنا مش عايزين نسبة الدهون دي على الكلب اللي عنده سخونية أو عنده برد. يبقى أول حاجة بنعملها إننا بنبعت الصيدلية البشري، بنجيب حقنة رامي تاكس 1 جرام، دي عبارة عن حقنة مضادة حيوي، العلبة بتاعتها بتكون علبة لونها أحمر. وبنجيب أمبول دولفين وأمبول ديكساميثازون. طب لو ما لقيتش أمبول دولفين يا كابتن أبو نور، لأن الدولفين مش متوفر كتير، أو الألفين قصدي آسف، بنجيب حاجة اسمها ديكلوفين، يعني أي حقنة مسكن وخافض للحرارة. تمام؟ بنحل الديكلوفين على الديكساميثازون وبنديها له في العضل، او الالفين على الديكساميثازون وبنديها له في العضل. وبعديها ب 10 دقائق بندي له الحقنه الرامي تاكس بعد ما بنكون حلتها على 3 سنتي ميه. وبنبدا نجيب ازازه خل وندي على جسم الكلب بالخل. الخل فايدته ان هو بيخفض معاه الحراره او بينزل الحراره في جسم الكلب. بعد ساعه بالظبط الكلب بقى كده فاق على طول، وبدا ان هو ينتبه شمال ويمين بعد ما كان شبه غيبوبه، يعني كان واصل لدرجه الموت. بدأ الكلب يفوق وينتبه شمال ويمين. طبعا ما ينفعش في الوقت ده ان انا احطه في مكان مكتوم او مكان مقفول. خرجته في قلب المزرعه وبدأ ان هو يشم الهواء ويبص شمال ويمين وينتبه لكل اللي حواليه. دلوقتي هنخش على بدايه الوجبه الغذائيه بتاعته. انسى نهائي كلبك كان بياكل ايه قبل ما يتعب، لان لو انت بتوكله ني وابتديت ان انت تديله ني في الوقت ده كده هتبرجل الحاله الصحيه بتاعته تاني. فدلوقتي هنبدا ان انا نجيب الاكل بتاعه او الهياكل ونبدا ان انا نسلقها، وبعد السليق هنغسلها 5-6 مرات. ليه 5-6 مرات؟ عشان ننزل اقوى كميه دهون على قد ما نقدر من الاكل. تمام؟ طبعا زي ما احنا شايفين الكلب خاسس جدا، وكان هزيل جدا، وكان تعبان جدا. بس لو كنت صورت لكم مقطع فيديو الظهر كنت صدقت كلامي ان الكلب كان خلاص داخل على مرحله الموت. طبعا الحمد لله احنا حاسبين للكلب ميعاد الحقنه اللي خدها الاولانيه، وبعد 12 ساعه بالظبط هنكرر العلاج تاني. العلاج احنا بنجيب منه بالقلب، ما بنجيبش بالامبول الواحد، لان الحاجات دي بتقابلنا كتير وبنشوفها كتير. اللي يقول لك عندي مزرعه كلاب، واللي يقول لك عندي كلب واحد وما بيتعبش، قول له انت كذاب، لان احنا بقى نادمين نفسنا معرضين للتعب في اي وقت، معرضين للسخونيه ومعرضين للبرد ومعرضين للحاجات دي كلها. فلازم ان احنا نكون واخدين احتياطاتنا، وفي احتياطات صحيه بنبقى واخدينها في المكان. ولازم اللي بيربي كلب لازم يكون بني ادم فاهم مش حافظ. طبعا لما تكون مربي كلب وفاهم كلبك، لو عنده عينه مدمعه هتعمل معاه ايه، لو عينه معمصه هتعمل معاه ايه، هتبدا ان انت تتصرف بسرعه. كمان لازم تبقى عارف كلبك ايه مشاكله الصحيه ومشاكله النفسيه والحاجات دي كلها. فطبعا معرفه مشاكله الصحيه والمشاكل النفسيه ده لو تابعتنا على قناتنا على اليوتيوب اكيد هتعرف كل حاجه باذن الله، وهتكون فاهم كل حاجه، لان الاضرار والمشاكل دي بتقابلنا كل يوم، فالحمد لله بنقدر نحلها. في الفترة اللي فاتت دي ما كنتش بننزل مشاكل نفسية ولا صحية للكلاب، فمن هنا ورايح هنبدأ ننزل لكم الحاجات دي في حلقات. مش هننكسف ولا هنخاف من حد، لأن مفيش حد ليه عندي حاجة، لأن اللي ربنا شايفه أحسن من اللي العبد بيقدره. في الآخر نقول لكم تحياتي ليكم يا جماعة، هنتابع حالة فرانك وبإذن الله نشوفه في حالة صحية كويسة جدا وحاجة تبسطنا. لو الكلب مات لا قدر الله، دي حاجة بتبقى أمر الله، بس أهم حاجة إن أنت ما تهملش، وإن أنت ما تسيبش الكلب يتعب منك وتسيبه تقعد تتفرج عليه أو تتغاشم وتقعد تعقله بالعلاجات والأدوية، وده اللي أغلب مربين الكلاب بيعملوه. يقعد يجيب حقنة من هنا ويجيب حقنة من هنا وياخد وصفات من كل واحد شوية، لا مشي على حد معين، مش شرط يكون أبو نور. لو في قدامك حد بيربي كلاب وفاهم في التربية مشي على كلامه، لو في قدامك دكتور محترم وعارف يعني إيه علاج الكلب مشي على كلامه. دي نصيحة من أخ أي حد متابع معانا، مشي على كلام اللي انت مقتنع بيه ان هو صح، ابدأ مشي على كلامه وعالج كلبك وصحح من الحالة الصحية والسلوكية بتاعت كلبك. تحياتي لكم جميعا، واحلى مساء عليكم، يا رب تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتهاجر قلبي فاجر طالعه من عينه شراره، لما يقولوا ان انا جاي بمشي لوحدي في قلب الحاره، باخد كلابي معايا لو حتى راكب طياره، الحرب العالميه الثالثه هتقوم مني انا باشاره، انا ببعت الكلاب بتاعتي يجيبوا لي سجاير، انا كلابي عندي احسن من صندوق زخاير.